مرحبا أعزائي متابعي قناة بدلين بعيون عربية. إذا ظهرت عندك مشكلة الفيديو غير ملائم للمعلنين، إيش راح تسوي؟ فأني لقيت طريقة إن شاء الله إنه تبدي تغير كل شيء بالفيديو. يعني أنا ظهرت عندي تشوفون واحد من الفيديوهات اللي هو هذا، في كلمات اليوتيوب يعني انه ما يعتبرها. هذا هو شرح طريقة تحويل هنا الى جوجل بلاي. فاني ايش راح اسوي؟ راح ارجع، اني قفلته حتى لي ممكن يصير احمر، راح احوله الى ادخل عليه. اول شيء راح ابدل الصورة، هاي الصورة راح أبدلها بصورة أني من عندي، هذه الصورة زين. بعد شو أسوي؟ أقول ممكن هنا هذا الفايل ممكن، بس أنا راح أبقي. وراح ميزة تحقيق الربح هنا تحميل متجر بلاي أشك بيها، فراح أشيلها هذه، هاي أشيلها أمسحها أوكي. وهذه هم أشك بها مسحتها، فرح أقول حفظ. فهاي التغييرات التحفظة راح تنتظر عليها بعد شوية، راح يبين عندك هل راح يتحول. فأنت تبدل تبديل وتبدل هنا هنا راح نكتب أيضا نبدل الاسم، نسوي تحويل تحويل بلاي ستور للآيفون. فاحنا راح نسويها، فهذا هو الرابط راح يكون غير مناسب للمعلنين. فاحنا راح ننتظر، واني راح ابقى وياكم، وان شاء الله تنحل هذه ونشوفكم اياها. راح اسد الى ان تنحل، احتمال باكر الصبح او كذا الساعة 1:30 بالليل. وهسه اخواني اذا تشوفون صارت العلامة خضراء، يعني بعد ساعة ايضا ما تغيرت، فرجعت سويت خلفية جديدة، بدلت العنوان وبدلت كلمات الدلالية بالصندوق الوصف، وبدلت أيضا حتى الكلمات البحث. فقعدت الصبح شفتها صارت خضرة، فهاي هسه أفتحها وإن شاء الله أنتظر كل شيء ما أكو. فهذا تخليه عام، فهو حفظ، فهذا صار هسه عام. فهسه ان شاء الله ها هي خلصت الشغله. اتمنى تكونون استفادتوا من فلوقاتي. حاولوا اي شيء اصفر غير مناسب للمعلنين تسووه مناسب للمعلنين، وان شاء الله اي سؤال انا حاضر. شكرا للمتابعه، مع تحياتي من برلين عاصمه المانيا، مع السلامه.